بتروح عن شبلاني، بتروح عني للقبر يا بوي بتخلي، وانا بعد من خوفي قوم الكفار يولوني، وان كان عني شايل وياك شيئا وويلا ومصيبة. فجاء الحسن والحسين انكبا على رسول الله وهم ينادون وجد ساعة أولنج الحسن مع أخوه الحسين، الكل منهم قابض الثاني بليدين من عين عاينهم بك خير النبيين، حنوا بك عليهم خير البرية، نادى عليهم يا أولاد لي بسرعة المسموم واللي بكربلة ينكسر ضلعه، أين المنادي ومصيبته، جني أشوفه بالثرى والحرم تنعاه ميت في طفوف الغاضرية، من عقب عيني يا ولد الله إليكم، ولازم أنا من هالسفر يا ابني أجيكم، يوم تحطوا بكربلة الله وليكم إجيلكم زوار برض الغاضرية. رأى علي رسول الله ضعيف وهو في حالة نازع واشتد به المرض، أراد أن يرفع حسنا وحسين، وإذا برسول الله قد أخرج يديه وألوى بهما على حسن وحسين وضمهما إلى صدره ونادى يا علي دعهما لا تشيلهم دعهما يتزودان ودعاني وأودعهما، ويتزودان مني وأتزود منهما، أما أنهما سيظلمان ويقتلان من بعدي. وقال كلمة: أنتم المستضعفون يا علي يا علي، أنتم المستضعفون بعدي. فجاءت الزهرة احتضنت حسنا وحسين وهي تنادي: وأبتا راح الذي يا أولادي وسط الحجر رباكم، وراح الذي يا أولادي وسط المهد ناغاكم، واني بعد يتبني وانتو بعد خلاكم، وياني واني يا نور عيوني بعد بعد شيال. نادى الحسن والحسين وضيعته وجده وأمه. إيه أذن، قال علي إذن إذن ليدخل. دخل هذا الرسول كالريح الهفافة، دخل قعد، قال: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد، ربك يقرئك السلام وقد أرسلني إليك. قال: أي الرسل أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: أقئتم جئت مسلما أم قابضا؟ قال: بل جئت مخيرا، ما خيرت أحدا من قبلك ولا من بعدك، ولكن هكذا اصطفاك ربك. يعني قل لعمرك الافتراضي انتهى خلاص، ولكن إن شئت البقاء فالله قادر على كل حال. قال: إذن هذا موضع خطير، يعني تخير أطلع أبقى، دعني حتى يأتي أخي جبرائيل. جبرائيل في السماء الرابعة نظر إلى ملك الموت، هبط على بيت رسول الله، أعلن في الجنان، أعلن في السماء الرابعة: ترى الآن روح النبي تعرج إلى السماء. النبي يأتي، بس إعلان، وإذا الجنان تزينت، الحور العين استعدت، نزلت كتائب الملائكة كلها استعداد للقاء روح النبي. ها
هذا طلع قال له ابهلني حتى يأتي جبرائيل استشيره. طلع ملك الموت جبرائيل نازل التقيا في السماء. جبريل نازل ملك الموت صاعد قال له يا ملك الموت هل قبضت روح محمد؟ قال لا ولكن استمهلني حتى تنزل إليه فيستشيرك. فنزل جبرائيل وهو ينادي ومحمدا. وصعد ملك الموت إلى السماء وهو ينادي ومحمدا. نزل جبرائيل إلى رسول الله قال يا رسول الله هذا ملك الموت؟ قال بلى جاءني يستأذن علي وقد نمهلت حتى تأتيني أستشيرك. شو تقول يا جبرائيل؟ قال ترى المستشار أمين إذا أشار استشارك أحد فالحرص أن لا تقل له إلا ما تعتقد بينك وبين الله أنه يرضي ويصلحه. قال يا جبرائيل فإنه يستشيرني يسألني أن أتخير فما أنت قائل؟ قال وودين أنت ترى يا جبرائيل أن الناس وأنا بينهم ولا زالوا هم عصاة بردة ولا زالوا يعصوني ولا يزال قومي جهر. قال أما دينك فله كفيل له علي بن أبي طالب أمين عليه وأنت قد قضيت ما عليك يا رسول الله. تريد استشارتي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا الزهراء نادت وأبتا جبريل ينعى وهو من ربه أدنى وفي الفردوس مأوى. فنادت وأبتا قال له إذا لا تخرج لا تطلع لا تطلع حتى ينزل ملك الموت خلي أنا أصير بينك. وقال لي علي تعال يا علي واجلس عند رأسي وضع رأسي في حجرك. ليش ليش؟ ها؟ لأن أراد أن يموت بين حبيبي حبيب في السماء وحبيب في الأرض. يقول ابن عباس كنت أرى إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وليس فينا علي يقسم النظر بيننا لكن إذا كان علي معنا يطيل في النظر إلى علي ينظر إلينا ولكن يطيل. سألته لماذا يا رسول الله؟ قال يا ابن عباس اعلم على أن النظر في وجه علي عبادة. ولذا قال له ضع ها شوف ضع رأسي فيه وانصب وجهك مع وجهي وإذا خرجت روحي فتلقاها وامسح بها على وجهك وصدرك. قال له بعد لا تشد لي لحيين. لحيين عشنوا يخلون خلق تحت الرقبة هني علشان الفم لا ينفتح في أثناء الموت. ها خاف يتوحش الحسن والحسين والزهراء. شو هذا علامة الموت؟ لا 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 وإنما ضع يدك تحت حنكي. بلى جلس أمير المؤمنين عند رأس رسول الله وضع حجره رأسه في حجره وجبرائيل عن يمينه والزهراء آخذة برجله. نزل ملك الموت قال امضي لشأنك. أخذ ملك الموت أخذ أمره وما يريد. لاحظ التفت عليه جبرائيل قال يا ملك الموت احفظ وصية الله في محمد. التفت رسول الله قال يا ملك الموت أهكذا تقبض الأرواح؟ قال لا يا رسول الله بل أشاد وإنما أنا أخفف عليه. قال لا يا ملك الموت شدد علي وخفف على أمتي. أراد جبرائيل أن يتحرك. قال له رسول الله يا جبرائيل أعد الشدائد تخذلني. التفت جبرائيل على ملك الموت قال يا ملك الموت تمهل لأصعد إلى السماء وأرجع. قال لا أستطيع فقد بلغت روح رسول الله موضعا لا أستطيع على رده. عظم الله لكم الأجر أحسن الله لكم العزاء. أين المنادي ومحمد؟ أين المنادي ونبيه؟ استعد استعد للمصيبة العظمى التي لم يحدث مثلها في الدنيا. يا
يقول أمير المؤمنين وإذا برسول الله يجذبني إليه ووضعت فمي على فمي أخذ يناجيني وقد عرق جبينه وسكن أنينه فلا زال كذلك حتى فاضت نفسه الطاهرة صح ونادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومحمدا ونبيا وأحمدا وأبا قاسما قام جبرائيل قال هذا أنت كنت حاجتي في الأرض وهذا آخر الهبوط وقام أمير المؤمنين وقد انسل من تحت الثوب وهو ينادي عظم الله لكم الأجر في نبيكم فقد قضى نحبه تقول الرواية فانكبت عليه الزهراء ونادت وأمته صاحت الزهراء فصاح الحسنان وصاح المسلمون كل ينادي ومحمد أنا مناد ونبيا كلمة على الخدين هل المدمع ساء يغشى عليها وتلتحب وتطيح بالحال قالوا تسلى يا بتو ولا قالت بحال ما ينقضي حزني على خير البرية وويلاه ومصيبته واعدتني مطول من بعدك حياتي يا ليت حضرتني بهالساعة وفاتي ولا عيش بعدك بين متعدين وعاتي دهري سطع لي وخلى القلب شطري بعد كأني بها وهي تنظر إلى أبيها والمسلمون قد أخذوا في جهازه نادت يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازته وسفروا جفانه صيح صيح معه ويلاه ولا يا عز انشال عنا ولا لفر هيهات بعد تصير عيشتنا هنية بعد عندها طلب يمزق القلب يدمي الفؤاد يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه وويلاه وويلاه يلي تهيلون الثرى ادفنوني ويا اويلي اويلي ما اقدر انظر الى هالبيت خالي بليا وتصير عيشتنا عقب عينا مو هنية قضى نحبه فلتنتحب لافتقاده أرامل كانت منه في خير مسندي قضى فقضت ما تشتهيه بآله علي وتيم وهو غير ملحد يا الله اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عدو